في إطار سلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل انضباط سير العملية التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات توزيع درجات التقييم للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2024-2025. وأشارت الوزارة في بيان إلى التفاصيل المتعلقة بتوزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث تم تقسيم الدرجات بين أعمال السنة والاختبارات بنسبة 40 إلى 60% على التوالي.